السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي نعمل فلور ميتال ديك؟ طيب كل اللي انا هعمله ان انا هاجي من اركتكتشر واقول له انا عايز اعمل فلور ستراكشر اهوت، وبعد كده هدخل في الايديت تايب واقول له دوبليكيت والجديد هقول له ايديت، وهاجي هنا اقدر اضيف لير تانية وهقول له دي انا عايزها تبقى ستراكشرال ديك. يقول لي الديك بروفايل مش متحمل، حمله الاول وبعد كده هيظهر معايا. طيب هاجي هنا واروح للفاميلي انسيرت لود فاميلي واروح للبروفايل مثل ديك اللي نوع هيت، هقول اوبن احملها عندي، وبعد كده هاجي هنا في اركتكتشر واقول له انا عايز فلور ستراكشرال او من ستراكشرال على طول اجيب الديت، اديت تايب دوبليكيت نفس الخطوه اللي عملتها المره اللي فاتت، وبعد كده اديت، وهنا هقول له انا عايز اللاير اللي هي مثل ديك. تمام بقت موجوده اهي بدون اي مشاكل خالص. لو بصيت في البروفايل هتلاقي بالشكل دوت، هقول له اوكي وارسم حدود الفلور اللي انت عايزها بالشكل دوت اوكي، وبعد كده ممكن تشوفها في 3D او في السكشن. خلينا ندخل مثلا في الليفل اللي احنا كنا فيه اهي، خلينا نشوفها في سكشن جو تو فيو اهو، ظهرت بالشكل ده. تقدر تقول في اي وقت ايديت باوندري وتعدل فيه الباوندري، هيقول لك عند اني ليفل تعدل الشكل اللي انت عايزه وبعد كده تسيف.